بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي في مادة الأحياء، هنشرح النهاردة عملية الهضم في المعدة. عرفنا في الدرس السابق عملية الهضم، وهي عملية تحويل جزيئات الطعام الكبيرة إلى جزيئات صغيرة بواسطة التحلل المائي بمساعدة الإنزيمات. وخدنا الجهاز الهضمي اللي هو بيتكون من الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والمستقيم وفتحة الشرج. أول جزء من أجزاء الفم اللي خدناه في الحصة السابقة وهي عملية الهضم في الفم، وعرفنا إن الفم يتميز بالأسنان قواطع وأنياب وضروس، ويحتوي على ملحقات الجهاز الهضمي الغدد اللعابية وتساعد في عملية الهضم في الفم واللسان. بعد كده عملية الهضم في الفم ينتقل من الهضم من الفم إلى الطعام إلى البلعوم. البلعوم أنبوبة عضلية تحتوي على المريء والقصبة الهوائية. القصبة الهوائية تابعة للجهاز التنفسي، أما المريء فهو تابع للجهاز الهضمي. يمر فيه الطعام عن طريق مجموعة من الانقباضات والانبساطات، ويحتوي على مجموعة من الإفرازات المخاطية التي تمرر الطعام إلى المعدة. الدرس بتاعنا النهاردة اللي هو بيتكلم عن عملية الهضم في المعدة. المعدة عبارة عن كيس عضلي منتفخ يفصل المعدة عن المريء عضلات حلقية تعرف باسم فتحة الفؤاد، وتنتهي بفتحة أخرى تعرف باسم فتحة البواب اللي بتفصل المعدة عن الأمعاء. المعدة تحتوي على عصير يعرف باسم العصير المعدي، وهو عبارة عن سائل حامضي عديم اللون. يتكون هذا العصير المعدي من مية بنسبة كبيرة وهي نسبة 90%، وحامض الهيدروكلوريك. وحامض الهيدروكلوريك دوت اللي هو بيجعل الوسط بتاع المعدة حامضي، يكون البي اتش بتاعه من 1.5 ل 2.5، ويحتوي ايضا على انزيم اسمه البيبسينوجين، ويكون في صورة غير نشطة الذي ينشط نشطه حمض الهيدروكلوريك. ومن وظائف حمض الهيدروكلوريك واحد قتل الميكروبات التي تدخل من الطعام، يجعل الوسط حامضي، يوقف عمل انزيم الطيالين اللي هو موجود في الفم عندما يصل الى المعدة. ينشط الحمض الهيدروكلوريك برضو من وظائفه ينشط انزيم البيبسينوجين اللي بيفرزه المعدة ويحوله الى انزيم البيبسين النشط. وظيفة انزيم البيبسين النشط دوت يعمل على هضم البروتينات التي توجد في المعدة، ويحولها الى اجزاء اصغر تعرف باسم سلاسل عديد البيبتيد. عملية الهضم اللي في المعدة هي هضم البروتينات فقط، ولا تؤثر العصارة المعدية على أي مواد أخرى غير البروتينات، لأن الإفراز بتاعها هو إنزيم واحد فقط، هو إنزيم البيبسين. وتنتهي عملية الهضم في المعدة، ثم ينتقل باقي أجزاء الطعام إلى الأمعاء. وهنشوف معنا فيديو يوضح عملية الهضم بداية من الفم. أول حاجة الفم، ويحتوي على الأسنان، وهي عبارة عن قواطع تستخدم في تقطيع الطعام، وأنياب تستخدم في تمزيق الطعام، وضروس تطحن الطعام. ويحتوي على اللعاب، واللعاب اللي هو عبارة عن سائل قلوي يعمل على تحويل النشا إلى سكر ثنائي اللي هو سكر الملتوز. وعن طريق اللعاب بيمر الطعام في المريء اللي هو البلعوم بدايته، ثم يمر في المريء. المريء عبارة عن أنبوبة عضلية يمر فيها الطعام عن طريق حركة دودية مجموعة من الانقباضات والانبساطات التي تفتح في المعدة بداية فتحة تعرف باسم فتحة الفؤاد بها عضلات حلقية، ثم يمر في المعدة. والمعدة اللي هي عبارة عن كيس عضلي فيها السائل اللي هو الحامضي اللي بيبدأ يفرز انزيم البيبسين اللي بيكون نشط بواسطة حمض الـ HCL، ويعمل على هضم البروتينات فقط. وإلى لقاء آخر في عملية الهضم في باقي أجزاء الجهاز الهضمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدم مادة الأحياء حسام بسيوني، مدرس المدرسة السعدية الثانوية. والسلام عليكم ورحمة الله.